المكان ده مطبعه مطبعه بتاعت واحد اسمه الشيخ محمد نصار، تبادل اطلاق النار مع قوات الامن والجيش. الامن جاي عشان يظبط الجماعه اللي هم الارهابيين اللي كانوا في المكان اللي جنب مننا. وهم مستاجرين بقالهم 43 ده بقالهم بقالهم حوالي 45 يوم، ما بقالهمش كتير. هم من ساعه ما اكرموا مدريين حضرتك في شغلانه اللي هي بتاع الخشب، تقطيع الخشب والبيبان الخشب والكلام دوت. كانوا بيعملوا البيبان الخشب والشبابيك والحليه بتاع البيبان ده شغل ايه اللي هم بقول لك ايه ستاره قصيفة. دي قذيفه حضرتك، دي اللي خرمه الحيطان. راجل زي ده جه الصبح، راجل زي ده والشباب اللي معاه قاعد قدام الباب يعيطوا. خراب سيادتك، خراب يعني راجل مش هيقبض خراب ولا شهر كمان على ما يقبض من صاحب المكان. يا ترى بقى ويا ترى يقبض او ما يقبضش. اتفاجئنا قوات الامن في البلد وبيضربوا عليهم، وضرب نار طالع على قوات الامن من جوه، وقنابل بتحدف عليهم من جوه وكده. يعني في واحده ست انصابت في رجلها، واحده ست جالها اغمى ماتت من اهل البلد لما سمعت الضرب توفت. ازاي يعني؟ دي كان عندها كان عندها غيبوبه سكر، لا سكته قلبيه، وجالها سكته قلبيه مات. الحيطان لما اوزه بص مخرمت خالص. بقول لك هم جوهم على اساس ان هم ياخدوه مخزن باب وشباك، وجوهم جابوا المكاتب ديت وعملوا مكاتب وخرجوا الزبل يعني، وجايبين مكنه كبس هنا وجايبين كمبيوتر اللي هو برش بتاع الخشب، جايبين مثلا بيقطعوا عليها برضه الخشب وكده، وخارجين شغل يعني. بس هو المده دي كلها حصلت في حوالي 40 يوم. المفروض يحصل احنا من نتعمل جرد على المخازن كلها، يتاخد صور بطايق وصور العقد بتاع ايجار المكان. ده اللي انا شايفه. ويكون معانا سلطه من الحكومه، ناس من اهالي البلد، ويكون معانا ناس من الشرطه، عشان لما نخش نتكلم مع واحد محدش يعرف معانا في الكلام. وبالاصول برضه الناس اللي لكم في عنوان مخزن زي ده عايز له زي 50,000 جنيه ولا 100,000 جنيه تاني عشان يتبني. والله اعلم بحالهم، الله اعلم بحالهم. ناس غلابه بتاذيش حد وبيساعدوا الناس كلها.